مرحبا، شلونكم؟ هسه راح نشرح ان شاء الله المحاضرة العاشرة اللي هي الكاي سكوير. طبعا هي المحاضرة مصعبة وان شاء الله يعني راح تفهموها. بس قبل لا نبدي خلينا نراجع الكونسبت مال الديستريبيوشن اللي احنا اخذناها. هو الكاي سكوير هم يعتبر ديستريبيوشن، شلون الزد شلون التي. قبل لا نبدي خلينا نعرف نراجعهم بسرعة. قلنا انه الزد فكرته انه انا عندي الميو المين مال بوبوليشن وعندي الفاريانس او الستاندرد ديفيشن مال بوبوليشن، تمام. وقلنا اقدر استعمله المين، اقدر استعمله المين واحد، قلنا اقدر استعمله الديفرنس بتوين تو مين، مين ديفرنس، بروبورشن اند ديفرنس بتوين بروبورشن. هذا الزد. قلنا تي نفس فكرة الزد، بس انه هنا يكون عندي الفارينس او الستاندرد ديفيشن مجهول واقدر استعمله بس ثلاث استعمالات مو خمسة. شنو ثلاث استعمالات؟ السنجل مين، ديفرنس بتوين تو مين، ومين ديفرنس، تمام. اما هذا الكاي سكوير هو رمزه له اكس تربيع، كاي سكوير اسمه. هذا نستعمله لما عندنا categorical variables واريد اشوف الاسوشيشن بيناته. يعني شنو categorical variables اشوف الاسوشيشن بيناته؟ يعني مثلا قلت الاسوشيشن بين مثلا الحاله الماديه والمستوى مال الطلاب، الاسوشيشن بين اللنج كانسر والسموكينج، يعني اي شيء بيناتهم ارتباط. فاني كلمه اسوشيشن راح اعيدها هوايه بهاي المحاضره، تمام. فهي هاي الفكره الاساسيه مالت يعني كل هذولي. فكل واحد الاستعمال يختلف عن الاخ. عرفنا انه هذا وين نستعمله وهذا وين نستعمله. فبس هسه الكاي سكوير راح ينضم للشله وراح يعني احنا نستعمله الاسوشيشن، تمام. يعني الكاتيجوريكال فاريبل من تعرف اسوشيشن بيناتها ولا لا. فهنا يعني راح نبدي ان شاء الله. يقول لي انه هاي الصفات مالاته انه هو هم من انواع يعني نستعمله هواية بالمدرسن، انه كل يعني الستاتيكال ابليكيشن، انه it is one of the most widely used distribution in statistical applications. يعني لان انا يهمني انه اعرف الارتباطات او العلاقات بين الشغلات بالحياة، تمام. بيقول لي this distribution may be derived from normal distribution، نفس الحكي. ويقول لي بس هنا القيمة مالتي راح تكون من 0 الى plus infinity. احنا كنا قبل مالتي الجراف العادي هو هالشكل، مو صح؟ يعني الرسم ما لكم علاقة بيه، بس يعني كفكرة هنا موجب وهنا سالب وهنا مين مالتهم، مو صح؟ بالكاي سكوير لا، راح يصير يختلف، راح يصير هالشكل. يبدي صفر وينتهي بالبلس انفينيتي، تمام. ويعني يكون ماكو اي قيمة سالبة، اي قيمة سالبة ماكو من الصفر الى البلس انفينيتي. هذا كان يسموه بيل شيب لانه يشبه الجرس بموجب وسالب. هذا يسموه وان تيل او الجراف ذات از سكود to the right. يعني skewed يعني مثل معوج او رايح لهاي الجهة. right يعني الموجب، لان هو قيمه بس من الصفر الى الموجبات كلها، يعني plus infinity. هسه دا يقول لي هذا الحكي نفسه انه هو يقيس للاكرنس اوف event وهاي سوالف، وانه هو فكرته احنا قلنا انه يريد يعرف الاسوشيشن، بس شلون عن يان طريقة انه راح يعرف العلاقة او التوافق بين الobserved frequency والexpected frequency. وهسه راح نشوف شلون هذا الحاجي هم حكينا. يقول لي انه الvalue of يعني الكاي سكوير راح تكون من الزيرو للبلس انفينيتي، يعني ما عندي سالب، تمام. ويقول لي الكاي سكوير كيرف يكون شلون الكيرف مالته، يكون only one tail و positive skewed، يعني بس one tail، يعني عنده ذي الواحد، تمام. و skewed to the right يعني بالموجب. يقول لي كل ما يكون ال higher degree of freedom كل ما يكون المادة flat أكثر. يعني أنا هسه مثلا هذا أكثر واحد بيهم flat اللي هو يمكن الأخضر،
هذا يكون الدقري مال الفريدم مالته عالي. هسه راح نوضح شنو الدقري مال الفريدم بالكاي سكوير حصرا. ويقول لي هاي انواع، هاي انواع مال كاي سكوير مو مهمه، بس يعني هيك اطلع خفيف ام سي كيو اوف واتفر. يعني يقول لي اول نوع يسموه تيست اوف جودنس اوف فيت، ثاني نوع يسموه تيست اوف هوموجينيتي، ثالث نوع يسموه تيست اوف اندبندنس. اني لا تيست اوف جودنس اوف فيت ولا تيست اوف هوموجينيتي يخصني، اني اللي يخصني هو النوع الثالث اللي هو تيست اوف اندبندنس، تمام، اللي هو راح اساسا راح نكمل المحاضره ان شاء الله.